اولا عندي اربع وقفتي 45 درجه وعندي ايدي 45 درجه. اولا اربع اصابع على الحلو تقريبا، احنا ما بنقدر نحسب لكن تقريبا. ليش؟ لسلامه وصول الصوت هذا اولا، ولظهور شعار القناه بشكل كامل. ثالثا ظهور السي جي الكابشن تعريف الشخصيه، السي جي تعريف الموضوع، والسبتايتل. فاحنا ناخذ كابتا ميديوم هذا التوقف. اذا وقفت بهالطريقه مساحه الكتف راح تكون قصيره، ما ساعدتني. والمصور اذا اراد، والمصور هنا اذا اراد مني اشاره ينبهني ما حد ينذر عليه. الالتفات راح يكون ضعيف. الشرب لي حسين مثلا، الشرب لي نغلي بكتفي. ما اقدر احكي وياه، شلون اتكلم وياه؟ صعب جدا، لكن بهذا الايد راح يصير عندي مساحه وتعاون، ممكن يسحبني، ممكن يقدمني، ممكن يبعدني، ولدرجه 45 درجه حتى لا تتعب ايدك والمراسلين اكثر يجي يسوي لي. وقفت خطا استهزائيه مو صحيحه، يحتاج الى بث تكنيك صحيح بهذا الوقفه، وانت مستقي تماما.